بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لازم تعرف أعراض نقص النحاس في جسمك، وكمان لازم تعرف أعراض زيادة النحاس في جسمك، وإيه العلامات اللي هي بتقولك إن عندك نقص نحاس أو عندك إيه زيادة نحاس. تابعونا بعد فاصل. نالكم بعد فاصل. يعتبر النحاس من المعادن الأساسية والتي تلعب دورا مهما في جسم الإنسان، وبالتالي نقص مستوياته يؤثر سلبا على صحتك، وكمان زيادة مستويات النحاس يؤثر سلبا على صحتك. إيه هي أهمية النحاس في جسمك؟ النحاس له وظائف عديدة في جسم الإنسان، طبعا من أهمها إن هو بيحافظ على عمليات أيض صحية في الجسم، ويعزز صحة العظام ويقويها، وكمان يساهم في ضمان العمل الجيد والصحي الجهاز العصبي في جسم الإنسان. إزاي تعرف إن جسمك فيه نقص نحاس؟ وإيه العلامات اللي بتدل على كده؟ وكمان عشان تقدر تساعد نفسك في العلاج المبكر من حاجات كتيرة جدا جدا جدا. أول حاجة من علامات نقص النحاس هو الضعف والتعب. يساعد النحاس في امتصاص الحديد في الجسم، وبالتالي فإن نقص مستوياته يؤثر على كمية الحديد الممتص. لما بتنقص مستويات النحاس بيأثر على كمية الحديد الممتص، وطبعا في هذه الحالة ده بيرفع من خطر الإصابة بفقر الدم، وبالتالي تشعر بتعب وتشعر بالضعف المستمر. كمان النحاس هي المصدر الأساسي لطاقة في الجسم، لذا نقص مستويات النحاس يؤثر على الجسم، بيؤدي إلى الضعف والتعب العام، الضعف العام وتعب العام. ثاني حاجة، قلة النحاس في الجسم بتؤثر في ضعف العظام. النحاس له دور كبير في تعزيز صحة العظام، وبالتالي نقص مستويات النحاس من شأنه أن يرفع خطر الإصابة بهشاشة العظام. ثالث حاجة، نقص مستوى النحاس في الجسم بيؤثر على صعوبة في المشي، يؤدي إلى صعوبة في المشي، فالإنزيمات المختلفة في الجسم تستخدم النحاس بهدف الحفاظ على صحة جيدة للحبل الشوكي، وبالتالي نقص مستويات النحاس يؤثر على عمل هذه الإنزيمات مسببا ظهور مشاكل في عملية المشي. الحاجة الرابعة، نقص مستوى النحاس بيؤدي إلى شحوب البشرة. طبعا معروف أن لون البشرة يتم تحديده بناء على صبغة الميلانين الموجودة في الجسم، والغريب في الموضوع أن النحاس يتم استخدامه بهدف إنتاج الميلانين في بالجسم، وبالتالي قلة مستويات النحاس تعني انخفاض الميلانين وشحوب البشرة. الحاجة الخامسة، نقص مستوى النحاس بيؤدي إلى مشاكل في النظر، وممكن يؤدي إلى فقدان النظر. ففقدان النظر يعد من أخطر علامات الإصابة بنقص النحاس الحاد. النحاس يتم استخدامه من قبل إنزيمات تساعد في الحفاظ على عمل الجهاز العصبي بالشكل السليم، ونقصان مستوياته يسبب مشاكل في الجهاز العصبي، ومن بينها فقدان النظر. الحاجة السادسة، نقص مستوى النحاس بيؤدي إلى الإصابة المستمرة بالمرض. النحاس يلعب دورا هاما في تعزيز صحة الجهاز المناعي، وفي حال انخفض مستواه يصبح جسمك أكثر عرضة للإصابة بالمرض. الحاجة السابعة، نقص مستوى النحاس بيؤدي لمشاكل في الذاكرة. يبقى إذا كنت تعاني من مشاكل في الذاكرة ونسيان، هتلاقي مستويات النحاس منخفضة، وده طبعا بيؤدي لمشاكل في الذاكرة. الحاجة التامنة، اللي عنده نقص نحاس دايما بيحس بطقس البارد أكثر من الأشخاص العاديين. تلاقي هو أكتر من الناس العادية في إن هو دايما بيحس بالطقس البارد، وطبعا الشتاء بيأثر عليه جدا جدا. فبالتالي لازم تشوف مستوى النحاس في الجسم هل هو ناقص ولا لا، تشوف المعادن الأخرى مثل الزنك عشان تحافظ على عمل الغدة الدرقية في الجسم، وبالتالي تنظم عمليات الأيض الصحية وإنتاج الحرارة لتدفئة الجسم. حاجة التاسعة، نقص مستوى النحاس بيؤدي إلى الشاب المبكر. طبعا النحاس يعمل على تحفيز إنتاج صبغة الميلانين، وبالتالي نقصانه من شأنه بيؤدي إلى ظهور الشاب المبكر. طيب إيه مصادر النحاس؟ طبعا مصادر النحاس طبيعية زي الكبد، المأكولات البحرية زي الشوكولاتة الغامقة، زي الشوفان، زي حبوب السمسم، زي الفطر، وزي اللوز. طبعا بالرغم من أهمية معدن النحاس لجسم الإنسان، إلا أنه من المهم عدم زيادته عن المستويات الطبيعية. تناول الكثير من النحاس من شأنه بيسبب حاجة اسمها تسمم النحاس، وتسمم النحاس ده بيؤدي إلى الأعراض التالية: ممكن يؤدي إلى الغثيان والقيء، وقد يكون في بعض الأحيان ممزوجا بالدم، ممكن يؤدي إلى الإسهال،
ممكن يؤدي إلى ألم في المعدة أو تغير في لون البراز إلى الغامق، ممكن يؤدي إلى صداع أو صعوبة في التنفس، ممكن يؤدي إلى عدم انتظام نبضات القلب، ممكن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وممكن يعمل الدخول في غيبوبة، وممكن يضر الكبد والكلى. النحاس ده يعتبر من المواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان بكميات قليلة للمحافظة على صحة الإنسان، ويعد من المواد الغذائية الأساسية التي لا يستطيع جسمك تصنيعها أو الحصول عليها إلا عن طريق استهلاكها من النظام الغذائي. طبعا هو من المعادن المهمة لجسمك، حيث أنه يساعدك على تكوين خلايا الدم الحمراء وبعض الإنزيمات والأنسجة الضامة والعظام، إضافة إلى المحافظة على صحة الأوعية الدموية وصحة الأعصاب والجهاز المناعي، كما يساهم في امتصاص الحديد، وقد يكون له دور في نمو وتطور الأجنة في رحم الأمهات. ويتوفر النحاس أيضا في بعض المكملات الغذائية. أسباب نقص النحاس، طبعا على الرغم من أن نقص النحاس في جسم الإنسان بيبقى نادر الحدوث لكثرة توفره في النظام الغذائي، يعني تقريبا موجود في أغذية كتير يعني، إلا أنه أصبح أكثر شيوعا وانتشارا في الوقت الحالي. يحدث ليه للأسباب التالية؟ أول حاجة الأسباب الوراثية لنقص النحاس، مثل متلازمة مينكس التي تؤثر في مستويات النحاس وتقلل امتصاصه نتيجة طفرة في إحدى الجينات الموجودة على كروموسوم إكس، وتحدث هذه المتلازمة لدى واحد من الرضع الذكور لكل 100,000 إلى 250,000 رضيع، وقد ينتج عن هذا النقص فقر الدم ومشاكل في الأنسجة الضامة وضعف العضلات وأمراض في الجهاز العصبي وانخفاض عدد خلايا كريات الدم البيضاء. الأسباب المكتسبة لنقص النحاس، النحاس موجود في الخميرة، موجود في الفلفل الأسود، موجود في الفاكهة المجففة، موجود في خبز القمح الكامل، موجود في اللحوم وأحشائها مثل الكبد والكلى، موجود في الخضروات ذات الأوراق الداكنة، موجود في البطاطا الحلوة، حيث أن 100 جرام من البطاطا الحلوة بتحتوي على ما يعادل 31% من الكمية اليومية للنحاس. موجود في الكاكاو، موجود في الكاكاو، حيث أن 100 جرام من الكاكاو اللي هي الشوكولاتة الداكنة بتحتوي على 70-85% من الكمية اليومية من النحاس. موجود في المحار، و 100 جرام من المحار موجود فيها 4 جرام و4 من 10 ملي جرام من النحاس، أي ما يشكل 493% من الكمية اليومية اللي بنحتاجها من النحاس. موجود في السلمون، والسلمون 100 جرام من السلمون يحتوي على 3 من 10 ملي جرام من النحاس، أي ما يعادل 36% من الكمية اليومية اللي بنحتاجها من النحاس. موجود في الفاصوليا، موجود في المكسرات، في مكسرات مثل الجوز البرازيلي ومثل الفستق الحلبي، موجود بنسبة كبيرة. موجود في الأفوكادو، وحبة واحدة من الأفوكادو تحتوي على 4 من 10 ملي جرام من النحاس، أي ما يعادل 42% من الكمية اليومية من النحاس. موجود في بذور السمسم، حيث أن 100 جرام من السمسم يحتوي على 2.5 ملي جرام من النحاس، أي ما يعادل 274% من الكمية اليومية من النحاس. موجود في الحمص، حيث أن كوب واحد من الحمص يحتوي على 6 من 10 ملي جرام من النحاس، أي ما يساوي 64% من الكمية اليومية من النحاس. إذا عجبكم الفيديو اضغط لايك، اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يصلك أجدد فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.